نائب الرئيس منافسا للرئيس، هي سابقة في السياسة الأمريكية الحديثة مع تقديم مايك بنس أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق دونالد ترامب. لكن ما الذي يحتاجه بنس للتفوق على ترامب في سباق الجمهوريين نحو الرئاسة؟ طريق الرجل على ما يبدو ضيق نحو البيت الأبيض، وللنجاح بمحاولته للوصول إلى السباق الرئاسي سيحتاج إلى تعثر ترامب والتركيز على ميزة لديه قد تجعله يتفوق على رئيسه السابق، لأنه كرجل متدين يتمتع السياسي القادم من ولاية إنديانا بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة مع مجتمعه المحافظ. وهنا كان قد هذه أحد أسباب اختيار ترامب لبنس ليكون شريك في انتخابات عام 2016. لكن مشاهدينا، لأنه طبعا سيخفف من حدة مخاوف الناخبين المتدينين الذين قد يترددون في دعم ترامب القادم من نيويورك والمتزوج 3 مرات ولديه قضايا شخصية وأشكالات كثيرة كما نعلم، وهو يأمل الآن أي بنس من الاستفادة من ذلك التاريخ لاستقطاب الناخبين المتحفظين للرئيس السابق طبعا للتصويت لصالحه. ورغم ذلك مشاهدينا، سيواجه بنس هذا التحدي مع مرشحين آخرين يتنافسون أيضا على ذات الأصول، ومن بين هؤلاء المرشحين ران دي سانتس الذي دافع عن القضايا الثقافية المحافظة في فلوريدا تحديدا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.